أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن انطلاق فعاليات دورة جديدة لمعرض صنع في دمياط للأثاث والمقام بتعاون والتنسيق مع محافظة دمياط، وذلك على مدار 11 يوما بأرض المعارض في مدينة نصر. وللمتابعة لأهم الفعاليات في هذا المعرض ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، كيف تنقل لنا أجواء الفعاليات في معرض صنع في دمياط؟ نعم، تحياتي لك إيمان، تحياتي لك أدا، وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل أنا الآن في معرض صنع في دمياط بأرض المعارض بمدينة نصر، هنا حيث تحركت مدينة دمياط للأثاث، وهي المدينة الأعرق في صناعة الأثاث في مصر والمنطقة العربية، لتأتي هنا للقاهرة الكبرى لتيسر وتسهل على المواطنين الراغبين في الحصول أو شراء الأثاث الدمياطي، نظرا لسمعته القوية ونظرا ل جودته ونظرا أيضا لتنوع دائما منتجات الأثاث الدمياطي هنا في أرض المعارض في مدينة نصر. هذه دورة استثنائية، دورة مختلفة، يعني خلال العام السابق كان هناك أربع دورات، كل دورة لها عدد معين من العارضين ويختلفون على مدار الدورات المختلفة، ولكن هذه تعتبر الدورة المرحلة الثالثة من الدورة الرابعة للعام السابق، ولكن بدأوها في العام الجديد نظرا للإقبال الكبير في حقيقة الأمر من الراغبين في شراء الأثاث الدمياطي، وأيضا نظرا ل يعني التخفيضات الكبيرة التي يقوم بها صناع الأثاث الدمياطي وأيضا أصحاب المصانع والعارضين الذين تواجدوا هنا في معرض دمياط أو معرض صنع في دمياط. خلال حديثنا في حقيقة الأمر مع العارضين وأصحاب المصانع، تحدثوا أن هذا المعرض يعد فرصة كبيرة لهم للتسويق المحلي داخل القاهرة الكبرى للأثاث الدمياطي المختلف والمتنوع، أيضا بالإضافة لتقديم العديد من التخفيضات والعروض المختلفة للواطنين وراغبي اقتناء الأثاث الدمياطي. تصل التخفيضات ربما ل 20% و 25% في بعض الأحيان، وهناك أيضا بعض العروض على غرف كاملة، حيث أن هذا المعرض يضم غرف النوم، غرف المعيشة، يضم أيضا بعض الأثاث المطبخي المختلف، وأيضا سفرات المطبخ المختلفة، وأيضا هناك يعني فرع جديد أو جزء جديد هذه المرة، هو جزء الإكسسوارات الخاصة بالصالونات وغيرها متواجدة داخل معرض صنع في دمياط. وخلال حديثنا أيضا مع المواطنين الذين جاءوا اليوم الأول، وكما ذكرت بالفعل يستمر على 11 يوما منذ اليوم حتى 14 يناير، تحدثنا معهم عن يعني مدى أهمية وجود معرض صنع في دمياط في القاهرة. تحدثوا عنه يوفر عليهم المسافات، يوفر عليهم السفر، يوفر عليهم مصاريف الانتقال أو نقل الأثاث بشكل عام، لذلك يعد فرصة جيدة لكل من يرغب في اقتناء الأثاث الدمياطي. هذه الدورة ب70 عارضا متواجدين داخل هذه الدورة، وكما ذكرتم يستمر حتى 14 يناير. والآن عودة إليكم مرة. أشكرك جزيلا من أرض المعارض كريم بيبرس.